أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. جاء في الشرق الأوسط، العراق يوم دموي طويل بين بغداد والبصرة. وفي القدس العربي نقرأ قطع طرقات في بغداد ومدن أخرى. وجاء في العربي الجديد، محاكمة ترامب تنطلق اليوم وترجيح كفة المحاكمة الصورية. نقرأ في عربي 21، سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد. ونتصفح في الحرة، إغلاق حقول النفط السراج، ليبيا مهددة بوضع كارثي. التايمز، دعم فرنسا لحفتر أدى لانقسام الموقف الأوروبي وفتح الباب واسعا أمام تركيا وروسيا. ونطال أخيرا وليس آخرا في CNN، المتظاهرون ليسوا مع بقاء الأمريكان والإيرانيين في العراق. أهلا بكم. جاء في المدى، من العراق نبدأ، لماذا لا يساعد عادل عبد المهدي نفسه ويترك فقرة الأزياء الغريبة والفروة العجيبة التي يتلفلف بها ويغادر الكرسي رئاسة الوزراء غير مأسوف عليه؟ مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. توهمت الناس أن القوى السياسية استجابت لإرادة الشعب، لكن عبد المهدي ظل في كل يوم يتسلل إلى شاشة التلفزيون في خطاب يكشف أن صاحبه فقد كل وسائل الإدراك والإحساس، إذ طغت الأنا على معظم أحاديثه. فالرجل يقرر ويرى ويأمر ويطلب ويوجه قواته لقتل شباب الاحتجاجات وإضافة شهداء جدد إلى قائمة شهداء تشرين التي تجاوزت 600 شهيد. لقد كشفت الأيام الماضية إلى أي مدى بات واضحاً أن من أولى العقبات التي تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها وجود عادل عبد المهدي وشلة مستشاريه وببغائه عبد الكريم خلف على كراسي المسؤولية، كما أن الآلاف من المعتصمين في ساحات الاحتجاج في بغداد والناصرية وواسط والمثنى وبابل والنجف وكربلاء والديوانية وميسان يربطون مغادرتهم بمغادرة هؤلاء، فلماذا لا يغادرون طواعية ولهم في تجارب الدول المتحضرة أسوة حسنة؟ لقد بحت أصوات الجميع بأن بقاء العراق واستقراره ليس مرهوناً بوجود عادل عبد المهدي وفروته، حتى وإن كان عبقرياً لم يأتي الزمن بمثله. والثابت أن الرجل منذ أن جلس على كرسي رئاسة الوزراء لم يقدم الأداء المبهر الذي يجعل أحداً يتغاضى عن فشله وكونه ينتمي إلى طبقة سياسية لم تجلب للعراق سوى الفشل والخراب. علي حسين يقول إن دماء الشهداء الأبرار تصرخ فيكم وتستحلفكم بأرواح الذين سقطوا دفاعاً عن حلم الإصلاح والتغيير. يجب أن ننتبه جميعنا إلى الألاعيب الساسة التي لا تزال تشيع الفوضى وتستبسل دفاعاً عن بقائها وفسادها. جاء في العرب اللندنية، طهران وأذرعها العراقية لم تستوعب بعد أن الجمهور الشيعي العراقي رفع شعارات ضد التدخل الإيراني. تقرير لصحيفة العرب اللندنية جاء في مطلعه. وقالت مصادر سياسية إن القوى السياسية كثفت حراكها التفاوضي الاثنين للوصول إلى مرشح جديد بعدما صعد المتظاهرون من حراكهم في 11 محافظة عراقية احتجاجاً على تسويف أحزاب السلطة ومحاولتها المستمرة للالتفاف على مطالب الشارع ومماطلتها. ولقيت دعوة الناصرية استجابة واسعة من سكان البصرة والديوانية والسماوة والعمارة والنجف وكربلاء وبابل وواسط وديالى، فضلاً عن بغداد التي حاول المتظاهرون فيها إغلاق طرق رئيسة
للتأثير على الحركة العامة، لكن السلطات تصدت لهم بعنف مفرط. وبرغم إجراءات القمع القاتلة التي مارستها القوات الأمنية، نجح المتظاهرون في إغلاق طريق حيوي شرق بغداد مساء الاثنين، ما تسبب في شلل مروري طال مناطق عدة. طبعا هذا مقال لصحيفة العرب اللندنية. وعلمت العرب أن اجتماعات قصر السلام دارت حول 5 أسماء يمكن أن يكلف أي منها بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي وزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي، ووزير المالية الأسبق علي علاوي، ومستشار رئيس الجمهورية علي الشكري، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. نقرأ في القدس العربية: الجيش الأمريكي لن يكتب حاضر العراق. عنوان مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي، نستمع إلى جزء منه. من التفاصيل الموثقة الأخرى التي تسترعي الانتباه لكونها أساساً لما يجري في البلد حتى اليوم، ولعلاقتها المباشرة بحالات الاختطاف والقتل التي يتعرض لها المنتفضون في ساحات التحرير، هي كيفية تعامل قوات الاحتلال ومجلس الحكم مع الميليشيات، وأكثرها نفوذاً فيلق بدر الذي أسسته إيران بقيادة هادي العامري. وقد كتب الباحث باتريك بيتلر مقالة طويلة بعنوان ماذا تكشف تصريحات أوديرنو عن حرب العراق، ترجمها طارق العاني عن خصوصية تعامل القوات الأمريكية مع فيلق بدر. لهذه المقالة أهميتها إزاء ندرة التغطية الإعلامية حول دراسة الجيش الأمريكي عربياً أولاً، ومحاولة الكاتب الجادة لإثبات أن العلاقة بين القوات الأمريكية وفيلق بدر منهجية، بدءاً من قول الجنرال أوديرنو الذي كان حينها قائد فرقة المشاة الرابعة عن إحباطه حين علم بإطلاق سراح مجموعة من أفراد فيلق بدر اعتقلوا لارتكابهم جريمة قتل في أيار مايو 2003، وتصريح ديريك هارفي الذي خدم لاحقاً في مجلس الأمن القومي في حكومة ترامب. تصريحه كان لوكالة رويترز في كانون الأول ديسمبر 2015، وأكد فيه أن القوات الأمريكية أطلقت سراح قتلة من فيلق بدر. هيفاء زنجنة تقول: ولا تزال حوادث القتل اللا إنسانية تتكرر اليوم في استهداف المنتفضين السلميين العزل، اختطافا وقتلا واستخدام حتى عبوات غاز مسيلة للدموع المخصصة للاستخدام الحربي التي تخترق الجماجم. يا للمفارقة! الخصوم من قبل الميليشيات برعاية أمريكية، كما لا نزال نقرأ تاريخنا وحاضرنا مكتوبا من قبل آخرين. جاء في العرب الجديد: انتفاضة في العراق تصعيد ما بعد نهاية مهلة الشارع، كما عاد القناصة لاستهداف الناشطين والمتظاهرين في ساحتي التحرير والطيران وجسر محمد القاسم. تقرير لصحيفة العرب الجديد. استعادت تظاهرات العراق أمس الاثنين مشهد أول أيام انطلاقتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي، فغصت الساحات والميادين بالمتظاهرين، وضجت الشوارع بالهتافات من البصرة أقصى جنوب العراق على مياه الخليج العربي وحتى العاصمة بغداد على امتداد 22 مدينة وبلدة عراقية. وكانت كربلاء والناصرية والعاصمة متفوقة على باقي مناطق التظاهرات، إلا أن الجديد هو انضمام ديالى وعاصمتها بعقوبة إلى حركة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد. وجاء التصعيد الكبير في التظاهرات بعد انتهاء المهلة التي حددتها ساحات التظاهر للحكومة والبرلمان لتسمية رئيس جديد ومؤقت للحكومة، شرط أن يكون مستقلاً، وتقديم قامعي التظاهرات وقاتلي الناشطين للقضاء
والكشف عن هوياتهم وترجمة ما قدم من وعود إلى أفعال وليس بيانات فقط. في المقابل بدأ أن السلطة تواصل رهانها على استخدام العنف في وجه المتظاهرين، وهو ما ظهر مع عودة القناصة وسماح مجلس الأمن الوطني للقوات الأمنية باعتقال كل من يقطع الطرق ويغلق الدوائر الحكومية، ودعوة المحتجين إلى التزام ساحات التظاهر وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها. العرب الجديد تختم مقالها بالقول: وعلى المستوى السياسي لا تزال الحوارات غير واضحة، إذ لم تثمر الأشهر الثلاثة الماضية عن إعلان أي اسم لرئاسة الحكومة بسبب الرفض الجماهيري لكل الأسماء الحزبية. جاء في صحيفة واشنطن بوست، نشرت الصحيفة تقريرا عن السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب والقائمة على سياسة اليد الطويلة واستخدام التكتيكات الشديدة، والتي خلقت توترا بين الولايات المتحدة وأصدقائها وأعدائها على حد سواء. في التقرير الذي أعده كل من آن جيران وجون هيدسون، قال إن الرئيس ترامب عندما قرر في الأيام الأولى من إدارته الضغط على دول حلف الناتو زيادة النفقات على الميزانية، هددهم بأنه سيترك الحلف. وعندما قال قادة العراق إنهم يريدون خروج القوات الأمريكية من بلدهم، هددهم الرئيس ترامب قائلاً إنه سيفرض عقوبات مشددة. وبعد زيادة التوتر مع إيران لدرجة الحرب، هددت إدارته بطريقة خاصة أنها ستفرض تعرفة جمركية على السيارات الأوروبية إن لم تقم بتحدي إيران واتهامها بخرق الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 والتي حاول ترامب تفكيكها. وتقول الصحيفة إن دبلوماسية النتائج القصوى أصبحت علامة على السياسة الخارجية، وهي التي أدت إلى تحقيق انتصارات قصيرة الأمد ومقتها المعادون لها وعدوها ابتزازاً، وأدت إلى محاكمته نتيجة أعماله مع أوكرانيا التي ستبدأ في أرضية الكونغرس هذا الأسبوع. ومع أن ترامب لم يكن متناسقاً في تنفيذ سياسته، إلا أنه لم يبدي تراجعاً عن سياسة اليد الطويلة والتي أثارت عداء أصدقاء وأعداء أمريكا على حد سواء. وقال جيرمي شابيرو مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: تكشف هذه الحالة أن إدارة ترامب فقدت فن الدبلوماسية مع حلفائها. جاء في صحيفة العرب القطرية: توقفت مسيرات العودة في الأسابيع الأخيرة أو تراجعت، ويبدو أن الخيار الآن في غزة التصعيد عبر الأدوات الشعبية مثل البالونات الحارقة. منذ أيام تنطلق البالونات الحارقة من شرق قطاع غزة تجاه مستوطنات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي القريبة من القطاع. مقال للكاتب رضوان الأخرس في صحيفة العرب القطرية. البالونات الحارقة تكتيك ميداني شعبي ابتدعه الفلسطينيون كوسيلة لتنغيص حياة المستوطنين الإسرائيليين المحيطين بقطاع غزة، وتحوي البالونات معها مفرقعات نارية تصدر أصواتا شديدة نسبيا عند انفجارها، ما يسبب قلقا لجنود الاحتلال ومستوطنيه. كما تسببت البالونات في إحراق محاصيل الاحتلال الزراعية في تلك المستوطنات. وحسب القناة العبرية 13 تسببت أيضاً في تشجيع جزء من سكان مستوطنات غلاف غزة على الرحيل. يرفع مطلقو البالونات مطالب متعلقة بالحصار وضرورة رفعه عن قطاع غزة، ويقولون إنهم يريدون لتلك المستوطنات أن تشعر بجزء من المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع نتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 14 عاماً. إلا أن اللافت هو عودة هذا التكتيك بعد أشهر طويلة من توقفه
على ما يبدو فإن نتيجة تفاهمات بين الفصائل بالقطاع مع الاحتلال بوساطات إقليمية ودولية قد تمت، وعودتها تعني تنكر الاحتلال للتفاهمات وتراجعه عن تحقيق وعوده بشأن الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. رضوان الأخرس يختم المقال قائلا إنه على ما يبدو أننا سنكون أمام جولة تصعيد جديدة قد تكون أعنف من سابقاتها إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الاحتلال قد يقدم على تنفيذ عمليات اغتيال أخرى داخل غزة بحسب الكاتب. بعيدا عن السياسة، صورة صادمة لأسود تتضور جوعا بالسودان وحملة إلكترونية لإنقاذها. دشنت حملة إلكترونية هاشتاغ من أجل إنقاذ 5 أسود في حديقة الحيوان بالعاصمة السودانية الخرطوم من سوء التغذية، وذلك إثر تداول صور صادمة للأسود تظهر الحالة الصحية السيئة التي تعاني منها. وقال أحد المشاركين في الحملة على موقع تويتر: لقد صدمت عندما رأيت الأسود في الحديقة، إن عظامها تبرز من الجلد. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، توفد على حديقة الحيوان التي توجد في منطقة راقية بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان هناك مواطنون ومتطوعون وصحفيون لرؤية الأسود بعد تداول صورها عبر وسائط التواصل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.